الوالي عالمي، مصممه ازياء مبتدئه وكذلك طالبه جامعيه. هذا العرض الازياء اليوم كان هو البدايه المسيره ديالي في مجال الفاشن، ويلاه لونشيت البراند ديالي ميزون وفاء عالمي اللي كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم بلا كوليكسيون الاولى ديال الصيف اللي هي تروبيكانا. الهدف منها كان هو انني نبين بلي ان الشباب المغربي يقدر يدير ابداعات جديده ويدخل ديزاين جداد في المجال ديال لاموند المغرب، ومع ذلك كنحتفظوا وكنثبتوا بالتراث ديالنا. كما قدرتوا تشوفوا كانوا لي زاكسيسوار امازيغيين ومغربيين، مع ان الكوليكسيون اصلا كانت مقتبسه من الثقافه ديال البحر الابيض المتوسط ككل، حيت ما غاديش نكرو الانفلونس اللي عندنا من الثقافات المحيطين بنا، ولكن هذا الشيء ما غاديش يخلينا اننا نتخلاو على الثقافه ديالنا والهويه ديالنا المغربيه الامازيغيه. وانا فرحانه بزاف ان تحت لي الفرصه باش نشارك في هذا الفيستيفال ربيع اكدا للرياض، وكنشكر جميع الناس اللي ساعدوني في هذه البدايه ديالي. كذلك كنوجه الشكر الكبير بزاف للاعضاء ديال مقاطعه مجلس الرياض اكدال، وكنوعدكم بمزيد من العطاء ان شاء الله. شكرا.